انطلقت منذ يوم الخميس 23 من نوفمبر الجاري فعاليات الدورة 15 للمعرض الدولي للخضر والفواكه، وذلك بساحة المعارض بأكادير، والذي تميز هذه السنة بالشراكة الواعدة مع معرض الصناعات الغذائية مافيكس، وذلك من أجل تشجيع الأعمال واجتذاب عدد أكبر من الزوار وخاصة المهنيين سواء المغاربة أو الأجانب. نحن في الدورة 15 للمعرض الدولي سيفيل، وهو معرض لديه تاريخ عريق في جهة سوس ماسا. الجديد في هذه الدورة هو إضافة قطاع الصناعات الغذائية، وكما لاحظتم لقد خصصنا قطبا خاصا بالتعاونيات الفلاحية من أجل تسمين المنتوجات المحلية للجهة. وهذه السنة تم استقبال عارضين من 15 دولة، وهو ما سيمكن التعاونيات من التعريف بمنتجاتها وكذا تسويقها على الصعيدين الوطني والدولي. وبالإضافة إلى مشاركة مهنيين من شركات ومقاولات مغربية وأجنبية، فإن المعرض يعرف كذلك مشاركة لافتة لمجموعة من التعاونيات التي جاءت من مختلف المناطق حسب المنتجات المعروضة، كمثال التمور، العسل، زيت الأرغان وزيت الزيتون، بالإضافة إلى منتجات محلية أخرى كالأعشاب الطبية، مستحضرات التجميل الطبيعية وغيرها. تنديروا أرغان، زيت أرغان، تنديروا ديال التجميل، وتنديروا زيت أرغان ديال المكلة، وتنديروا الكسكسو بالأنواع ديالو، وتنديروا بركوكت، وتنديروا جميع الأنواع ديال لي ماسك ديال التجميل والزيوت ديال التجميل. ضروري تيكون شويه ديال الاكراهات، بحال مثلا حنا كنا 18 مره اللي كنا في الجمعيه، دابا وصلنا 16 مره اللي ولينا في الجمعيه، ولكن اللي تيخدموا هما 10 د الناس كاع تقريبا، هما اللي تيخدموا 10 د العيالات هما اللي تيخدموا مستمرين في الخدمه ديالهم، وحنا غاديين شويه بشويه اللهم لك الحمد. يعتبر المعرض الدولي للخضر والفواكه فرصة للجمعيات والتعاونيات من أجل التعريف بمنتجاتهم والالتقاء بالمهنيين في المجال، بالإضافة إلى البحث عن خلق شراكات تفتح أمامها أبواباً على نطاق أوسع.